نروح دلوقتي لموضوع تاني يا شاذلي، وخلينا نتكلم عن الاضطرابات النفسية. في الحقيقة من الأمراض الشائعة يعني اللي احنا بنشوف ناس كتيرة يمكن عندها حاجة زي القلق أو الاكتئاب، ودي من أكتر الأمراض الصحية اللي بتتطلب جلسات مع المتخصصين في العلاج النفسي. العلاج ده ممكن ياخد وقت طويل وممكن لأ، لحد ما تم التعرف بقى على تقنية الواقع الافتراضي اللي بدأ يتم استخدامها وتضيفها في علاج هذا المرض بشكل آمن وفعال جدا. لكن هل هذه التقنية بالفعل أثبتت كفاءتها، أثبتت نجاحها في القضاء على مرض الاضطرابات النفسية؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي اللي موجود معانا دلوقتي على تليفون. يا دكتور صباح الخير. صباح الخير يا بسنت، وصباح الخير يا محمد، وصباح الخير على مشاهدينكم الكرام. أهلا بحضرتك. في البداية، هل هذه التقنية بالفعل أثبتت نجاحها العملي في علاج الاضطرابات النفسية؟ الحقيقة كوني سكرتير الجمعية العالمية للطب النفسي لعلوم الشخصية واضطراباتها، ووجودي في وحدة العلاج النفسي في الجمعية الأمريكية للطب النفسي، فإحنا اوريدي بدأنا على مدار 3 سنين ماضية في إنه يتم استخدام الواقع الافتراضي في بعض الاضطرابات الخاصة بالقلق تحديدا أكتر، لأنه ناس كتير عندها فوبياز. كان عندنا طريقة العلاج بنسميها الفلودينج، أو إنك تتعرض لما تهابه أو عندك رهاب منه، زي الأماكن المغلقة، زي الأماكن المفتوحة أو ما إلى ذلك. ولكن الحقيقة إنه الأمر لم يكن واقعيا على مستوى العلاج، يعني مش هحط حد في أسانسير أو هركب حد طيارة ضروري عشان أعينه على إنه يتجاوز الرهاب بتاعه. الواقع الافتراضي وفر لنا القدرة على إنه نخلي مرضانا أو أصحاب اضطرابات القلق عموما إنهم يواجهوا هذا الأمر، وبناء على ذلك يقدر يكون الفيدباك بتاعه عن هو وصل لأي مدى في تحمله للرهاب ده أو لنوع القلق. عشان كده يمكن ناس كتير كانت خايفة من التكنولوجي، وكان جزء منها هي الميتافيرس وما إلى ذلك. طب معلش لو سمحت لي يا دكتور، في نقطة عايزين نفهمها أكتر. هل مثلا بيلبس نظارة الفي آر مثلا وبيتعرض للنفس اللي كان هيتعرض له لو ركب طيارة أو دخل أسانسير أو كده؟ هل ده اللي بيحصل بالظبط؟ وعلى فكرة يعني يمكن الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الصناعي بيساعدنا دلوقتي في تكوين سيناريوهات عن مواقف أو خبرات القلق الغير لطيفة، زي فكرة الأماكن المغلقة أو زي ما حضرتك تفضلت الأسانسير أو رحلات الطيران أو ما إلى ذلك، لأن في ناس حياتها بتتشل حقيقي لأنه عنده أو عندها النوع ده من الرهاب. صحيح. وبناء على ذلك بقى عندنا كثير من السيناريوهات يعيننا الواقع الافتراضي إنه يخلي المريض مواجه لهذا الأمر، ولكن من غير ما يتعرض له بشكل واقعي. انه بحيث انه يقدر يفصل من الواقع اللي هو فيه ده في اي وقت، فيرجع تاني للعالم الحقيقي. طيب ازاي بيتم معالجه الاكتئاب؟ يعني احنا اتكلمنا عن الرهاب او عن القلق، الاكتئاب بقى ازاي بيتم معالجته عن طريق يعني الواقع الافتراضي؟ خليني اقول لك يا بسنت انه الفكره في علاج الاكتئاب هي توصيف الاكتئاب اصلا كمرض عضوي، لانه الاكتئاب هو حاله من ظلام العقل البشري تماما وعدم قدرته على اداء وظائفه. وبناء على ذلك الواقع الافتراضي يمكن احنا في وحده العلاج النفسي في الجمعيه الامريكيه للطب النفسي سيناريوهات علاج الاكتئاب لا زالت قيد الكتابه، لانه ما هواش حاجه سهله اني اعمل سيناريوهات تدعو الى الامل مثلا، لانه مريض الاكتئاب لا يرى اصلا املا في الحياه أصلاً. لكن لو حد مثلا مر بصدمه معينه، هل بنعيد معايشه هذه الصدمه مثلا فبالتالي يشوف الزوايا بشكل مختلف؟ لا، يعني هو احنا يعني مش هقول بنعيد، ولكن
احنا بنعان مع الواقع الافتراضي على تجاوز صدمتنا من خلال مش معايشه للصدمه في حد ذاتها، من خلال معايشه لسيناريوهات السيكونسز الأسوأ. وبناء على ده يقدر المريض يتجاوز ازمته مع العلاج الدوائي وليس فقط الواقع الافتراضي. ده حلو قوي ده، يعني الاكتئاب، لانه الاكتئاب هم ثقيل على البشريه، لانه معدلاته زادت بعد كوفيد، وهو هم عند الاطباء النفسيين عالميا علشان نقدر نعالجه. هل الواقع الافتراضي هيشارك في العلاج للاكتئاب؟ نعم، ولكن ده قيد كتابه السيناريوهات فيما يخص الواقع الافتراضي، اني اقدر احط سيناريو للعلاج بالنسبه للمريض على النظاره اللي بيلبسها. طيب دكتور، لو هتكلم عن اللي عنده قلق زايد، وده برضو من الاضطرابات زي ما كنا بنتكلم، هل الموضوع ممكن يقتصر على انه يعرف استخدام هذه التقنيه فنبدا ننصح بعض باستخدام هذه التقنيه زي ما بنشوف بعض الفيديوهات او بعض المقالات اللي بتتكلم عنها، ولا لازم نروح لدكتور هو اللي يستخدم هذه التقنيه؟ لا، لازم يعني هنبقى تحت اشراف الطبيب ووجودها في العيادات، لانه هنا الفيرتشوال رياليتي تم استخدامها استخدام علاجي، والاستخدام العلاجي يحتاج الى طبيب يقود العمليه العلاجيه او الاخصائي النفسي الاكلينيكي. واحد منهما هو اللي هيقوم بالعمليه دي، لانه احنا عندنا يعني عدم انضباط اسمح لي في انه لما بتطلع حاجه جديده الناس بتتنافس في استخدامها بلا اي دليل او حقيقي. اي نوع من انواع ارشاد. فبالتالي الطبيب النفسي والاخصائي النفسي الكلينيكي هما من سيسرفان على عمليه العلاج، وده جزء من الجايد لاينز بتاع الفيرتشوال رياليتي عالميا. يعني اللي بيقوم بهذه المهمه هو السايكايترست او الطبيب النفسي، مش المعالج، مش الثيرابيست. يعني انا لو حابه اروح اتكلم مع دكتور اتكلم معاه مثلا عن حاجات. اتفضل يا فندم، اتفضل. الطبيب النفسي والاخصائي النفسي الاكلينيكي في حاجه اسمها كلينيكال سايكولوجيست، وهو اصطلاحا الناس بتسميه المعالج. هو اللي له القدره، لانه حاجه اسمها علم النفس العصبي، انه يقدر يستخدم هذه التقنيه علاجيا مع الطبيب النفسي. واحنا بنعظم دور الاخصائيين النفسيين الكلينيكيين عالميا، لان دورهم يعني زي ما نقول غير مقدر، وفي حاجات ثانيه بتزداد في تسويقها للاسف، زي لايف كوتشز وحاجات كده، وده مش طيب. دكتور عمرو، سريعا جدا، هل الاطباء في مصر بيستخدموا هذه التقنيه؟ لا، احنا لسه هيتم الاعلان عنها خلال الكونجرس اللي جاي للجمعيه الامريكيه للطب النفسي والجمعيه العالميه ايضا 2024، ان هي نيو ايرا ومحتاجه فهم عميق لعلوم الاعصاب وليس فقط عشان يقدر الطبيب يستخدمها بشكل فعال مع مريض. شكرا ليك دكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي، نشكرك يا فندم. طبعا ده كان رأي الطبي ورأي العلمي المتخصص في هذا المجال، وده مهم جدا ان احنا نعرف رأي الطب في الموضوع ده، في موضوع استخدامات تكنولوجيا الميتافيرس والواقع الافتراضي في العلاج النفسي.